قبل أن نبدأ في قصة اليوم، أريد أن أطلب منكم طلبا صغيرا، وهو أن يصل هذا الفيديو إلى 100 لايك، فهذا دعما لنا على المجهود الجبار الذي نقدمه في القناة ولا نجد أي تفاعل على الإطلاق. فأرجوكم، 100 لايك هي طلب بسيط، ولنبدأ في قصتنا. هذا هو شينيتشي، طالب في الثانوية، دائما ما يتعرض للتنمر والتعنيف بسبب أنه ضعيف. وهاته هي مورانو، زميلته في المدرسة، هي تحبه وهو أيضا يحبها. تنتقل من الأحداث إلى ليلة من ليالي شينيتشي، وبينما هو نائم اقترب منه كائن يشبه الدودة، وهذا الكائن يسمى بالطفيلي. اقترب من أذنه وقرر أن يخترق شينيتشي، لكنه لم يستطع بسبب أن شينيتشي كان يرتدي السماعات، فقرر الدخول في أنف شينيتشي، لكن شينيتشي استيقظ فورا، فبدأ يتحرك هنا وهناك على سريره. فقام الطفيلي بمحاولة الدخول من يده، وبالفعل تمكن الطفيلي من اختراق جلد شينيتشي ودخل إلى يده. وبفضل سرعة بديهة شينيتشي قام بجلب حبل بسرعة، وقام بربط يده بكل قوة حتى لا يمر الطفيلي إلى مكان آخر في جسده. وبعد أن قام بفعل هذا، بدأ شينيتشي في الصراخ حتى أتى إليه والده. وبعد أن دخل والده شاهداه وهو يمسك يده بالحبل بكل قوة ويصرخ ويطلب النجدة. وبعد لحظات احتار شينيتشي أن أثر الأفعى اختفى وأن يده رجعت لطبيعتها. غضب منه والده وأخبره: ما بك في منتصف الليل وتصرخ بهذا الشكل؟ يعني هل أنت سكران أو ماذا؟ بعدها استيقظ شينيتشي على صوت غريب وقام من مكانه وهو مرعوب جدا. استيقظ شينيتشي، لبس ملابسه، غسل وجهه وراح على المدرسة. قابل حبيبته في الطريق، ولكن بدأت أشياء غريبة تحصل معه. وفي الطريق أمسك حبيبته من مكان لا يجوز له أن يمسكها منه، فقامت حبيبته بضربه وتخاصمت معه وذهبت وتركته وحيدا وهو محتار لماذا فعل هذا أو كيف فعل هذا. وفي طريقه للبيت شاهد طفلة صغيرة وهي في الطريق وعلى وشك أن تضربها شاحنة. شينيتشي بسرعة كبيرة قرر أن يجري نحو هذه الفتاة، وفجأة قام بإنقاذها، ولكن كيف؟ يا إلهي، ظهرت في يده عين وهو يوقف تلك السيارة بكل قوة كأنه ليس إنسان. رجع إلى البيت وهو مذعور وخائف جدا، قام بإغلاق باب غرفته وجلب سكينا محاولا أن يعرف ما هذا الشيء الذي داخل يده. وفجأة في منظر مرعب جدا تتحول يده فجأة، وشينيتشي مرعوب من هذا المنظر. حاول شينيتشي أن يقتل الطفيلي بالسكين التي في يده. بعد أن قاوم الطفيلي شينيتشي عاد للنوم، وعادت يد شينيتشي إلى شكلها الطبيعي. شينيتشي بدأ البحث في الانترنت عن سبب تحول يده وعن هذا الأمر الغريب الذي يحدث له، ولكن بدون فائدة، لم يجد أي نتيجة. وفي نفس الوقت بدأت أحداث غريبة تحصل في اليابان، فهناك ناس كثيرة بدأت تقتل بطريقة بشعة جدا. استيقظ شينيتشي بعدها ووجد أن الطفيلي بدأ يتعلم القراءة والكتابة والكلام أيضا. بدأ شينيتشي في التأقلم شيئا فشيئا مع الطفيلي الذي في يده، وقام بتسميته بميجي. بدأ ميجي في الشرح لشينيتشي بأنهم طفيليات أتت من الفضاء وهي تدخل إلى جسم الإنسان وتأكل عقله للسيطرة عليه، لكن بسبب سرعة بديهة شينيتشي وأنه حاول أن يوقف الطفيلي داخل يده، لم يتمكن ذلك الطفيلي من أكل عقله وبقي داخل يده، وهو الآن مسيطر على يده فقط. وهكذا أصبح ميجي هو ذراع شينيتشي، وعندما ينام ميجي يعود شكل يد شينيتشي إلى طبيعته. وشرح ميجي لشينيتشي أيضا بأنه أصبح الآن وعاءه، وإن مات شينيتشي يموت ميجي معه. واتفق الاثنان اتفاقا غريبا قليلا، وهو أن ميجي سيقوم بالعيش داخل جسم شينيتشي ويتغذى معه كما يتغذى شينيتشي، يعني يتغذى على دمه. وفي المقابل أن يد شينيتشي ستعود إلى طبيعتها عندما ينام ميجي، وأيضا سيقوم ميجي بحماية شينيتشي وقت الخطر. وفي يوم من الأيام في طريق شينيتشي إلى المدرسة، قال له ميجي أننا يجب أن نذهب إلى مكان ما. فأخبره شينيتشي أين، فأخبره ميجي أنه يحس بأحد من بني جنسه قريبا من هناك، وهذه الطفيليات تحس ببعضها عن طريق الموجات الإدراكية. شينيتشي كان خائفا ولم يرغب بالذهاب، لكن ميجي قرر الذهاب ليكتشف من هم بنو جنسه. وذهبوا لهناك فوجدوا كلبا يقوم بأكل كلب آخر. شينيتشي فهم فورا أن هذا الكلب هو طفيلي آخر، وأن الطفيلي قام بالاستحواذ على دماغ الكلب. واتضح أيضا أن الطفيليات إذا سيطرت على جسم ما فهي تأكل نفس الجنس، يعني مثلا لو سيطرت على إنسان فهي تأكل إنسانا آخر، ولو سيطرت على كلب فهي تأكل كلبا آخر. أحس ميجي بأن الكلب يهددهم، لأن الكلب كان يرغب بأكل شينيتشي، لأن ميجي لم يسيطر على عقل شينيتشي. ولهذا أحس الطفيلي الذي داخل الكلب بأن ميجي هو خطر على بني جنسهم. هرب شينيتشي وميجي فورا، ولكن الكلب طار وراءهم. قام ميجي بالهجوم عليه وقتله. بدأت القوة البدنية لشينيتشي تتحسن بشكل كبير جدا، بدأ يحس أنه شخص آخر. أعجبت حبيبته بقوته الجديدة فقررت أن
تصالحه، ولكن أحست بشعور غريب نحوه، وكانت تقوم بطرح نفس السؤال كل مرة: هل هو أنت شينيتشي الذي أعرفه؟ وأصبحت تخاف أن تمسك يده التي فيها الطفيلي، وهذا هو إحساس الأنثى الذي نعرفه كلنا. المهم، كان شينيتشي يمشي مع حبيبته في الطريق إلى المدرسة، فأحس ميجي فورا أن هناك طفيلي حولهم، وبالفعل كان هناك طفيلي موجود في المدرسة، والمفاجأة أن الطفيلي هو المدرسة الجديدة في فصل شينيتشي، ولكن من الواضح جدا أنها عكس الطفيلي الموجود داخل الكلب، فهذا الطفيلي الذي داخل الأستاذة هو ذكي جدا، وعرفت أيضا أن شينيتشي هو طفيلي آخر مثلها، فقامت باستدعاء شينيتشي إلى مكتبه، وقالت له: دعنا لا نتشاجر ولنصفي حساباتنا خارج المدرسة أحسن. قامت بمقابلته خارج المدرسة في مقهى، وكان معهم طفيلي آخر. لم يعجبه الحوار فقرر الذهاب وتركهما، وكان همه الوحيد هو أن يأكل البشر فقط. أما بالنسبة للأستاذة والتي اسمها تاميا ريوكو، فكانت تريد أن تعرف حقيقتها وحقيقة بني جسمهم وطبيعة ميجي. في اليوم التالي الطفيلي الذي كان معهم هجم على المدرسة، وحصلت مجزرة هناك مات فيها الكثير من الطلاب. بدأت الإدارة تخلي المدرسة من الطلاب، ولم يبقى غير شينيتشي، وقرر شينيتشي أن يواجه الطفيلي ولكن بذكاء، وبدأ يفكر: ما الذي سأقوم بعمله لمجابهة هذا الطفيلي. وتمثلت خطته في أنه سيحاول عمل كثير من الحواجز التي ستتمكن من القضاء على الطفيلي، ولكن باءت جميعها بالفشل. وفجأة ظهر الطفيلي أمام شينيتشي، بدأ يهاجم شينيتشي، فظهر ميجي أيضا وبدأ يدافع عن شينيتشي، وأخبر شينيتشي بأن ميجي سيتولى الدفاع وشينيتشي هو من سيقوم بالهجوم. وبالفعل قام شينيتشي بالهجوم على الطفيلي وقتله. شينيتشي مذهول جدا بسبب قوته الكبيرة والتي تزداد يوما بعد يوم. وبعدها بفترة قصيرة، وبينما شينيتشي جالس مع أبيه وأمه في طاولة العشاء، أحست أمه بأن هنالك شيئا غريبا داخل ابنها، وأنه ليس ابنها الذي تعرفه، لكن هذا هنا هو إحساس الأم والذي كلنا نعرفه ونحبه. وبعد مدة قصيرة قرر والداه أنهما سيخرجان قليلا ليغير الجو. وبعدها يقابل شينيتشي واحدة اسمها كانا، وهي زميلته في المدرسة، والظاهر جدا أن هذه الفتاة تحبه، وأيضا لهذه الفتاة قدرة غريبة أنها تحس به وتحس بمكان تواجده، يعني أنها لديها نفس الموجات الإدراكية التي لدى الطفيليات، فهي تحس بمكان وجودهم، أو بتعبير بسيط هي تحس بالموجات التي تخرج من الطفيليات. وفي لقاء جديد بين كانا وشينيتشي، قامت كانا بمصافحة شينيتشي وأحست بشيء غريب في يده. أخبره ميجي بأن يبتعد عن هذه الفتاة بأكبر قدر ممكن، لأن هذه الفتاة تحس بنا. نعود إلى والد ووالدة شينيتشي في المساء بعدما قضيا وقتا جميلا، ولكن للأسف الشديد لم تكتمل هذه الأمسية على خير. والدة شينيتشي ماتت، قتلها طفيلي، ووالده أصيب بجروح خطيرة. واتصل على ابنه شينيتشي وأخبره بأنه سيذهب إلى الشرطة، وترك شينيتشي في حالة ذعر نفسية، في حالة تفكير أيضا لا متناهي، حيث أنه أصبح يفكر: ما الذي حصل لوالداي؟ أين هي أمي؟ ما به أبي؟ وبقي يطرح كل هذه الأسئلة على نفسه، وأصبح خائفا جدا. وبينما شينيتشي في كل هذه الأفكار يفكر حول والدته وما الذي حصل لها، يحس ميجي بوجود خطر بالقرب منهم، أجل طفيلي يقترب منهم. والمفاجأة الكبيرة، تخيلوا معي ما الذي حدث. أجل، ظهرت والدته. هذا الخطر الذي أحس به ميجي والطفيلي الذي اقترب منهم هي والدة شينيتشي. هذه ليست والدته، هذا طفيلي. طفيلي استحوذ على عقل والدته، والطفيلي الآن يبحث عن والد شينيتشي ليقضي عليه. ميجي يخبر شينيتشي بأن هذا الجسد الذي أمامك هو ليس أمك، هو طفيلي. هيا قم يا شينيتشي، هيا استيقظ، ما بك؟ ما هذه الحالة التي تمر بها؟ هذا الذي أمامنا ليست أمك، إنه طفيلي. لكن شينيتشي مذهول ومرعوب جدا وحائر، فهو لا يستطيع أبدا أن يتخيل ما الذي يحدث هنا، هو لا يستطيع أن يستوعب أي فكرة تحدث هنا الآن. فالذي أمامه هو أمه، ولم يستطع شينيتشي التصديق بأن أمه قد فارقت الحياة. وقام بتهديد ميجي بأنه سيقوم بالقضاء عليه وقطعه من جسمه إن لم يسكت، ولكن في ثانية واحدة أتته هجمة سريعة جدا من الطفيلي الذي سيطر على عقل والدته، وتركته غارقا في دمائه. عندما بدأ ميجي بمساعدة شينيتشي قام بتغذيته، استيقظ شينيتشي، ولكن واضح على جسمه التغير الفظيع. حاول أن يصرخ وأن يبكي لكنه لم يستطع بسبب ضعف جسمه. تذكر ما الذي حدث مع والدته وشعر بحزن شديد. هو الآن لا يستطيع حتى أن يصرخ من قوة الحزن الذي يشعر به،
شينيتشي غارق في حزن كبير، هو يتألم الآن ولكن في قلبه فقط. تعهد بأنه سينتقم لوالدته. قابل حبيبته، رأته ورأت حالته الصعبة جدا، لكن لم تستطع أن تفهم ما به، ولم تستطع سؤاله أيضا، لأن الحزن الشديد وحالة شينيتشي المتغيرة جدا واضحة على وجهه. وحبيبته الآن حزينة جدا بسبب ما حصل له، وقامت بطرح سؤال واحد عليه: أنت ستعود صحيح؟ رد عليها شينيتشي بابتسامة واحدة مليئة بالحزن، وليس في عيناه سوى لهفة الانتقام. قام بالسفر إلى المكان الذي كان فيه والداه. والده لم يستطع أن يحكي له شيئا، ولم يستطع أيضا أن يصدق أو يستوعب ما حصل. شينيتشي يعرف كل شيء، ولديه حزن كبير داخله، لكنه لا يستطيع أن يحكي شيئا لوالده أيضا. زادت ثقته في ميجي بسبب أنه أنقذه، وقد أخبر ميجي بهذا. قال له: أنت أنقذتني. بدأ شينيتشي يبحث عن من قتل والدته، حتى أخبره ميجي أن هنالك أحدا بالقرب منهم ذهب إليه شينيتشي، لكن لم يكن هو من قتل والدته، فقد وجد أن هذا الطفيلي هو إنسان مثل شينيتشي، يعني نفس الحالة، ولكن جزءا من جسمه فقط هو الذي تحول. أصبحا أصدقاء واتفقا أن يقتل الطفيلي الذي قتل والدة شينيتشي. وحصلت معركة كبيرة جدا نرى فيها الحقد الكبير ودافع الانتقام الذي يقاتل به الآن شينيتشي. وبالطبع في هذه المعركة تفوق شينيتشي. شينيتشي عاد مجددا إلى الثانوية أو المدرسة، ولكن قدراته زادت بشكل كبير جدا، أصبح ذو كاريزما عالية. يمكن أن تلاحظوا هذا في شكله الجديد، فقوة شينيتشي الجديدة وحبه للانتقام جعل منه شخصا باردا جدا ذو قوة رهيبة. أحس ميجي مجددا بشخص قريب منهم، ولكن تخيلوا الذي حدث. هو شخص يدرس في مدرستهم أيضا، وهو شيمادا. والغريب في هذا الأمر أنه كان من فصل حبيبة شينيتشي، ولقد كانت قدراته أعلى بكثير من قدرة شينيتشي. شينيتشي يفكر: ما الذي يريده هذا الشخص، أي شينادا؟ والبنت كانا التي تحس بشينيتشي أحست بشينادا أيضا، لأنها تحس كما قلنا في الحلقة السابقة أن كانا تحس بالموجات الإدراكية التي ترسلها الطفيليات، لهذا هي تحس بشينادا أيضا وتعرف أين يتواجد. حاول شينادا أن يأخذ كانا بعدما أحس أنها تمتلك ميزة غريبة، وبسرعة أتى إليهم شينيتشي وقام بإخبار شينادا بجملة فيها تهديد صريح: إياك وأن تقترب من الناس الذين أعرفهم، وإلا سأقتلك. وكان واضحا في ملامح شينيتشي غضبه الشديد اتجاه الطفيليات. ومن ناحية أخرى بدأت الشرطة في تحقيقاتها والبحث في الموضوع الغريب الذي يحصل في البلد الآن. وتعود بنا الأحداث إلى شينادا في المدرسة، حيث ظهرت فتاة معجبة به وأصبحت تراقبه حتى اكتشفت حقيقته، وقررت أن تكلمه لأنها تحبه. وهذه البنت المسكينة رغم أنها لاحظت أن شينادا كائن غريب، لكنها تحبه، وقررت أن تصارحه وتسأله في مكان بعيد: هل أنت حقا تأكل الناس؟ جن جنون شينادا وبدأ شكله في التغير فجأة. البنت أحست بخوف كبير ورعب شديد بسبب الذي يحصل أمامها. أحس شينيتشي بالموقف وبدأ يصرخ في الفصل بأعلى صوته. شيمادا حاول أن يقتل البنت، ولكنها رمت عليه أحد قارورات الأدوية واستغلت الفرصة وقفزت من الشباك. ولحسن حظها قامت أوراق الشجر وأغصانها بأن تحميها قليلا من السقوط. المهم شيمادا جن جنونه وبدأ يقتل كل من في طريقه، وأيضا هو لم يستطع أن يرجع لطبيعته البشرية. انتشر الذعر في المدرسة بسبب حالات القتل الكثيرة، وبدأ الجميع يصرخ: مات الكثير من الطلبة والمدرسين. وبدأ شيمادا يتحرك نحو فصل مورانو. لا، كل الأشخاص إلا مورانو يا شيمادا، هذا هو تفكير شينيتشي. وبدأ يبحث عن مورانو لأنه لم يجدها. وهو يبحث عن مورانو لاحظ كمية الدماء والأشخاص الذين ماتوا، ودخل حالة هستيرية من الصراخ والغضب، وقال في نفسه: أين كنت كل هذا الوقت؟ كل من مات هنا لأنني لم أكن موجودا، لأنني كنت بعيدا. وتذكر الذي حدث لوالدته وأنه هو السبب لأنه كان بعيدا، وبدأ يفكر في كل هذا
حتى هدأ فجأة وبدأ يمشي بخطوات متثاقلة جدا حتى وجد حبيبته مورانو. قام بحضنها وإنقاذها، وذلك بعد أن قفز من الطابق الثاني وأخرجها خارج المدرسة. لكن شيمادا ما زال داخل المدرسة وهو يقتل كل من يقابله فعليا. شينيتشي جاءته فكرة وبالفعل قام بتطبيقها، وهي أن يمسك صخرة كبيرة فوق عمارة بجانب المدرسة ويقوم برميها بقوة كبيرة على شيمادا بدون أن يقاتله، وبالفعل تمكن من القضاء عليه بضربة واحدة. بعدها بعدة أيام عادت الأمور لوضعها الطبيعي وبدأ الجميع يزاول المدرسة أيضا. والبنت الثانية والتي اسمها كانا كانت تحس بشينيتشي أينما ذهب وبدأت تقابله شيئا فشيئا وتتصل به مرة أخرى. وأيضا في نفس الأحداث بدأت الطفيليات تأخذ مناصب مهمة في الدولة، حتى أن هنالك واحدا من الطفيليات ترشح لأن يكون المحافظ. المهم كانا وشينيتشي ظلا يتقابلان كثيرا في الفترة الأخيرة حتى قررا أن يتقابلا في مكان مهجور ليخبرها شينيتشي عن حقيقته وحكى لها كل شيء. لكن كانا لم تصدق لأن ميجي كان نائما وكان جسم شينيتشي يبدو طبيعيا جدا. في اليوم الثاني أحست كانا بوجود شينيتشي في نفس المكان المهجور، جرت إلى هنالك مسرعة لأنها مشتاقة للقاء بشينيتشي. ولكن عندما وصلت لم يكن شينيتشي هنا، أجل طفيلي يأكل في إنسان أمامها. لم تصدق كانا ما رأت. ما هذا الرعب؟ ما هذا الخوف؟ وما هذا المنظر الغريب الذي أمامها؟ بدأت كانا في الجري وحاولت أن تهرب. وصل شينيتشي إلى هنالك مسرعا جدا، ولكن فات الأوان. ابتسامة كان التي على وجهها بعد أن رأت شينيتشي كان آخر شيء يراه شينيتشي منها. شينيتشي الآن مصدوم جدا. ما هذه الأزمات التي تمر بها؟ والله مسكين يا شينيتشي، صرخ شينيتشي بكلمة واحدة: ميجي تولى الدفاع. ولجمال اللقطة دعوني أريكم إياها، وتذكروا معي هذه الجملة: ميجي تولى الدفاع. ميجي بوغيو تانامو بوغيو. ما قاله ميجي صحيح جدا، هذا مذهل. كمية طاقة تهد الجبال، طاقة كبيرة امتلكها شينيتشي الآن، وشينيتشي لا يستطيع البكاء، كأن الدموع قد جفت فيه. شينيتشي ممسكا لجثة كانا، ملامحه تدل على الحزن الشديد الذي داخله، ولكن لا يستطيع البكاء مجددا، كأن الدموع قد جفت من جسمه. تعود بنا الأحداث إلى الشرطة حيث بدأت تشك في شينيتشي لأنه هو من سلمهم جثة كانا. صديق كانا أتى لشينيتشي ولكمه وحاول أن يضربه وبدأ بالصراخ عليه لأن الجميع يعتقد أن شينيتشي هو سبب موت كانا. شينيتشي بالفعل قد كره نفسه بعد كل الذي حصل له، أصبح الشك ملازما لحبيبته كل الوقت، وأن هذا الذي أمامها ليس شينيتشي الذي تعرفه، ومستغربة جدا بسبب بروده الشديد، وخاصة أنه هو من قام بتسليم جثة كانا. والغريب أيضا أنها كانت تشك بأنه كان يخونها مع كانا. رأيتم كم كان شينيتشي يعاني طوال هذه الفترة، فكل تفكيرها كان أن شينيتشي يخونني، ولا يمكن أن نلومها على تفكيرها هذا، لأن شينيتشي لم يخبرها بأي شيء. ذهب إليها ليقوم بمصالحتها، لكن أخبرت أنني لن أثق بك بعد الآن، وأنت بالذات يا شينيتشي لا يمكن أن أصدقك. المهم أخبرته مورانو أنها لن تصالحه. وفي هذه اللحظات كانت تاميا ريوكو والطفيليات التي معها يعقدون اجتماعا، وذلك بسبب أنهم لا يعرفون من قتل الطفيلي الذي قام بقتل كانا. وتكشف لنا هذه الأحداث أيضا أن تاميا ريوكو هي حاملة بمولود، وهذا المولود هو مولود بشري. وأخبرتهم أيضا أنها ستقوم باستئجار محقق خاص للبحث في أمر شينيتشي. بدأ هذا المحقق يتبعه يوما بعد يوم، وفي أحد الليالي وبينما شينيتشي ذاهب للمكان الذي توفت فيه كانا، وكانت أمنيته الوحيدة أن ينسى الذي حصل هنا، وبينما شينيتشي غارق في حزنه يلاحظ ميجي الشخص الذي يقوم بتصويرهم. هذا المحقق بعد أن رأى ميجي أصيب برعب شديد وسقطت الكاميرا من يده وبدأ بالجري. قام ميجي بالتصرف لوحده وبدأ في الانقضاض على هذا المحقق الخاص، لكن شينيتشي يحاول منعه لأنه غير راض أبدا،
وبدأ يحاول منع ميجي بشتى الطرق لكي لا يقتل هذا المحقق. وبالفعل بعد محاولات شينيتشي العديدة تعب ميجي، وبهذا نجا المحقق بحياته. شينيتشي الآن وبعد هذه الحادثة أصبح حذرا جدا، وأصبح يراقب كل من حوله. وأخبر ميجي شينيتشي أنك ستصبح فأرة تجارب للطفيليات التي تبحث عنك الآن، لأنك الآن تشكل خطرا كبيرا عليهم، فكيف لطفيلي لم يسيطر على عقل إنسان؟ بعدها قام شينيتشي باللجوء للصديق الذي يشبهه، واتفقا مع بعض أن يقبض على ذلك الرجل، أي المحقق من الليالي الماضية. وبالفعل بعد مدة من الزمن وجداه وقبضا عليه، وقام شينيتشي بشرح كل شيء بالتفصيل لهذا المحقق. وأخبره شينيتشي: نحن نخبرك هذا ليس خوفا منك، وإنما خوفا على حياتك. وأخبره شينيتشي: نحن شرحنا لك الأمر الآن، لكن لا تقم بفضحنا. وقام بتهديده هو وصديقه. وأخبره أيضا أن تاميا ريوكو، وهي التي استأجرت، هي طفيلي أيضا. وبعد أن سمع المحقق هذا خاف جدا على حياته، وقرر أن يكمل العمل مع شينيتشي وصديقه. وبعد مدة اتصلت تاميا ريوكو على شينيتشي وأخبرته أنها تريد لقاءه. وبالفعل التقى معها شينيتشي، وأتت إليه تاميا ريوكو وفي يدها طفل صغير، ومن الواضح جدا أن هذا المولود الجديد هو ابنها. وفي لقائهما تكلم ميجي وأخبرها: كيف تجعلين بشريا يقوم بالتحقيق في أمرنا؟ فأخبرته تاميا ريوكو بكل برود وجرأة: أنا أفعل ما أحب، والذي لم يعجبه ذلك فليفعل ما يحب أيضا. يعني كأنها تهدده بعبارة أخرى. وأخبرته أيضا أن المحافظ الجديد للمدينة هو طفيلي مثلهم، وعليهم أن يتعلموا كيف يتعايشون مع بعض. وبعد هذا تذكر شينيتشي والدته، وأخبرها شينيتشي في جملة واحدة بغضب شديد: أنا لن أسامحكم أبدا. وقد غضب عليها شينيتشي جدا. فهمت تاميا كل ما يدور في عقل شينيتشي، ولكن أصبحت تستفزه أكثر، وبدأت تضحك عليه بضحكة غريبة جدا. غضب شينيتشي جدا بعدما رأى هذه الضحكات الهستيرية وأخبرها بأنه سيقتلها. فما الذي فعلت؟ حملت ابنها بيديها وأخبرته: أنت لن تستطيع قتلي، إن قتلتني سيموت معي هذا الطفل. ولهذا شينيتشي تجمد في مكانه بغضب شديد وحزن على الطفل الذي في يدها، ولم يستطع أن يفعل شيئا. تنتقل بنا الأحداث إلى المحقق الذي أصبح يعمل مع شينيتشي وصديقه. وفي يوم من الأيام وهو عائد إلى المنزل وجد كل عائلته مقتولون. ومن الواضح جدا أنه بعدما أخبر ميجي تاميا عن المحقق فقررت أن تضحي به. المهم يعقد اجتماع آخر لتاميا ومجموعتها، وكان الهدف الوحيد من هذا الاجتماع هو أن يمسك شينيتشي ويتمكن من القبض عليه. وأخبرتهم تاميا أن هدفها هو تشريحه. وبالفعل كان كلام ميجي صحيحا، أخبره أنه سيصبح فأرة تجارب لهم، لأن تاميا محتارة جدا، فكيف لطفيلي يعيش داخل جسم إنسان ولكن لم يتمكن من السيطرة على دماغه؟ وبعدها مباشرة بعد قرارهم هذا ترسل تاميا 3 طفيليات لشينيتشي ليقبضوا عليه. وذهبت هذه الطفيليات إلى المدرسة، فأحس بهم ميجي وأخبر شينيتشي. فقرر شينيتشي أن يواجههم ولكن خارج المدرسة، ويخبره ميجي بأنه عليه أن ينام لأربع ساعات وذلك ليرتاح. يخبره شينيتشي: كيف تقول هذا يا ميجي؟ نحن الآن داخلون على معركة، فكيف تفعل هذا بي وتنام وأيضا لمدة أربع ساعات؟ فكيف سأتمكن من مقاتلتهم لوحدي؟ يخبره ميجي أنه تعب جدا وما باليد حيلة. قام شينيتشي بالهرب واستقل سيارة لمكان آخر، واعتقد في نفسه أنه هرب منهم الآن وأنه بعيد عليهم. بعد نزول شينيتشي مباشرة من السيارة يرى سيارة قد تبعت، وينزل منها شاب أيضا. يلاحظ شينيتشي أن هذا الشاب عادي جدا وهو يبتسم، فاطمأن شينيتشي. ولكن بعد اطمئنانه هذا تأتيه جملة مخيفة: لقد أتعبتني كثيرا، إلى متى وأنا سأقوم باللحاق بك؟ وإلى متى وأنت ستهرب مني؟ انصدم شينيتشي من هذه الجملة وقام بتطبيق المقولة الشهيرة: أنا لم أجرب نفسي في القتال لكني في الهرب سريع كالغزال. بدأ شينيتشي بالجري والهرب من هذا الطفيلي مجددا، وقام هذا الطفيلي بالجري أيضا وملاحقة شينيتشي. وعلى فكرة اسم هذا الطفيلي أيضا هو ميجي. بعد أن بدأ شينيتشي الجري والهرب قام هذا الطفيلي أيضا بملاحقته، ولكن هذا الطفيلي بطيء جدا. وصل شينيتشي إلى حافلة
وقام بالركوب فيها. نزل شينيتشي من هذه الحافلة بعدما اعتقد أنه هرب أخيرا، ولكن فور نزوله أيضا يظهر له ميجي وهو فوق شاحنة ويقفز إليه، لكن بعد أن قفز من هذه الشاحنة فقد توازنه وسقط على الأرض. واستغرب شينيتشي جدا من أمر هذا الطفيلي. بعد محاولات شينيتشي الكثيرة في الهرب وتضييع الوقت مرت 4 ساعات وها قد استيقظ ميجي. بعدما استيقظ ميجي أخبر شينيتشي مباشرة أن بجانبهم 3 طفيليات، فاحتار شينيتشي وأخبره أنه طفيلي واحد وها هو أمامنا، لكن ميجي أصر إنهم 3 طفيليات في جسد واحد. وأخبره ميجي أن هذا الطفيلي الذي أمامهم هو مدهش جدا، فلديه 3 طفيليات كل واحدة منها في يد والثالث في دماغه، وبدأ القتال بينهم. معركة شديدة وشرسة. شينيتشي تعرض لأذى كبير وميجي تعب جدا، وواضح جدا في هذا القتال عدم تكافؤ الفرص بينهما، فهم 3 ضد 1. أحس شينيتشي بأنه سيخسر فقرر أن يهرب ويبدأ في الجري مجددا. قام الطفيلي بالجري وراءه مجددا لكنه بطيء جدا. ومن الواضح جدا أن شينيتشي بعد محاولته العديدة في الهرب وقتاله الشرس مع الطفيلي أنه تعب جدا ولا يمكنه الجري الآن أو الهرب كما كان يفعل سابقا. ويبدو أن ميجي أيضا تعب وأن طاقتهم بدأت تخور، ولذا قرر شينيتشي أنه سيواجهه مجددا، ولكن في هذه المرة هو من سيقوم بالهجوم. وأخبر شينيتشي ميجي بخطته وهي أن يقوم بالهجوم على رجليه وهي أضعف شيء في جسمه، يعني أنه الجزء الإنساني الوحيد في هذا الطفيلي. وبالطبع يقفز علينا الطفيلي كعادته من حيث لا ندري، وقفز على شينيتشي من شاحنة أخرى، وبعد قفزه مجددا يسقط بنفس الطريقة الأولى التي سقط فيها. ويستغرب شينيتشي جدا هذه المرة فلماذا يسقط هذا الطفيلي كلما قفز. ويخبر ميجي هنالك أمر غريب في سقيه، علينا أن نهجم عليها. وبالفعل هجم عليه ميجي بسرعة، ولكن يا للصدمة، ساقيه أيضا ليستا بشريتين. ضحك الطفيلي جدا واستغل هذه الفرصة حيث كان ميجي بعيدا على شينيتشي ولا يمكنه الدفاع عليه الآن، وقام بالمهاجمة عليه ليقتله. ولكن قبل أن يصل هجومه إلى شينيتشي اصطدمت يداه ببعضها ونجا شينيتشي بصدفة عجيبة. قفز شينيتشي إلى الوراء وفهم ميجي أن هذا الطفيلي الذي أمامهم لا يمكنه أن يتحكم في جميع أعضاء جسده ككتلة واحدة، وأنه لا يمكنه أن ينسق بين الهجمات، وهذا بسبب أن جسده يحتوي على أكثر من طفيلي واحد. ميجي أتته فكرة مفاجئة وأخبر شينيتشي هيا نجري إلى الغابة. وفي طريقهم إلى الغابة بدأ ميجي يشرح خطته لشينيتشي وأخبره أنه كل ما عليك هو أن تتفادى ضرباته وتستغل الأشجار لهذا، وعليك أن تمشي في خط مستقيم فقط إلى أن تأتي الفرصة المناسبة. وبالفعل بدأ شينيتشي يجري هنا وهناك ويتفادى ضربات هذا الطفيلي واحدة تلو الأخرى. وأخبر ميجي شينيتشي أنه عليك المواصلة في الجري على خط مستقيم حتى توهمه بأنه يعرف جميع تحركاتك، وبدون سابق إنذار أهجم عليه هجمة واحدة وتكون مفاجئة تماما وبكل سرعة لديك، وبهذا ستقوم بتشتيته ولن يستطيع أن يتحكم في أعضاء جسمه بسرعة ليدافع عن نفسه. فعل شينيتشي هذا وهجم عليه هجوما سريعا واحدا وقام بقطع رأسه، لكن ميجي شعر بصدمة كبيرة. أخبره شينيتشي ما بك، لقد فزنا، لقد قطعنا رأسه. أخبره ميجي انظر أمامك، إن الطفيلي الذي أمامنا بعد أن قطعنا رأسه قام باستبدال دماغه بالطفيلي الموجود في يده اليمنى. لم يصدق كل من شينيتشي وميجي غرابة الأمر الذي أمامهما. عدد الطفيليات في هذا الجسد هو 5 وليس 3 فقط. شينيتشي أصبح في موقف سيء جدا وكان يعتقد أنه الآن ميت لا محالة. ميجي لم يحس بعدد الطفيليات الكامل لأول مرة بسبب ضعف الطفيلي الذي كان في الدماغ، بسبب أنه بالكاد كان يتحكم في 2 من الطفيليات التي كانت في ذلك الجسد. أما هذا الطفيلي الجديد فقد كان رأس القيادة، والذي بالمناسبة هو المحافظ. تحركات هذا الطفيلي الجديد صعبة جدا وسريعة للغاية. شينيتشي مرعوب جدا ولا يستطيع حتى أن يلاحقه بنظراته، ولم يتمكن من تفادي حتى ضرباته أو أن يستطيع الهرب مثل ما كان يفعل في المرات السابقة. شينيتشي يتلقى ضربات من جميع الأماكن ولا يستطيع أن يتفادى حتى واحدة منها. يبدو أن هذا المحافظ قوي جدا. بدأ شينيتشي الجري مجددا واستطاع أخيرا أن يخرج من الغابة. شينيتشي بدأ يفكر في طريقة للهرب، وبالفعل تمكن من ذلك بعدما مرت به شاحنة وتمكن من الالتصاق بها.
كان يعتقد شينيتشي أن الأمر انتهى الآن وهو تمكن من الهرب، لكن إلى أين ذاهب أنت يا شينيتشي؟ المحافظ وراه بسرعة عالية جدا. أجل، تغير جسد ذلك الطفيلي وأصبح من طفيلي ضعيف وبطيء جدا لا يستطيع أن يتحكم بنفسه إلى طفيلي قوي للغاية. كانت السيارة تتحرك بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، وهذا الطفيلي تمكن من اللحاق بها ببساطة تامة، له قدرات كبيرة للغاية. شينيتشي الآن أصبح مذعورا جدا، وميجي يحاول الدفاع عنه ولكنه بالكاد تفادى ضرباته. وبعد القتال الشرس في ذلك الطريق، تمكن المحافظ من الصعود إلى تلك الشاحنة، ولاحظ ميجي قدوم سيارة من بعيد، وأتته فكرة وهي أن يصدم الشاحنة التي هم فيها بتلك السيارة. وبالفعل نجحت فكرته وتخلصوا من المحافظ لأول مرة، وهرب شينيتشي وميجي ونجا بحياتهما. ومن جانب آخر، كان المحقق الذي توفيت كل عائلته عند الشرطة ليقوم بتبليغهم، وبعدها قام ذلك المحقق بملاحقة تاميا ريوكو إلى أن عرف مكان إقامتها، واستغل عدم وجودها بالمنزل ليخطف ابنها. عادت تاميا ريوكو إلى منزلها لكن لم تجد ابنها، ووجدت رسالة مكتوب فيها: لو أردت ابنك تعالي إلى حديقة واسمها هيكاري. ذهبت تاميا ريوكو لتبحث أيضا عن شينيتشي لكنها لم تجده، ولذا قررت الاتصال به وأخبرت: علينا أن نلتقي في حديقة هيكاري. مورانو حبيبة شينيتشي وهي تمشي في الطريق التقت مصادفة بتاميا ريوكو وقررت أن تلاحقها. وصلت تاميا ريوكو إلى الحديقة وقابلت المحقق، هددها بالرضيع وكان يفكر أنها كائن لا يحس أبدا، ولكن تاميا ريوكو قررت أن تدافع عن الرضيع وضربت ذلك المحقق، وأصدرت موجات غريبة جدا من جسمها وأحس بها ميجي. سقط المحقق هناك ومات، وأتت الشرطة سريعا، وأتى اللقاء المنشود بين تاميا ريوكو وشينيتشي. قالت تاميا لشينيتشي: نحن أيضا كائنات ضعيفة لا تستطيع أن تعيش لوحدها، أرجوك يا شينيتشي لا تفكر أننا نأكلكم هكذا بدون سبب، نحن نفعل هذا من أجل البقاء. وبينما تاميا تذكر كل هذا لشينيتشي، أتت الشرطة فجأة وبدأت تطلق النار على تاميا، ولكن كان كل تفكير تاميا هو كيف أن تحمي ابنها وتسلمه إلى شينيتشي. شينيتشي أصبحت مشاعره متضاربة جدا بسبب الشرطة التي تطلق النار، وكلام تاميا التي قالته في آخر أيام حياتها، وأيضا حمايتها للطفل الصغير وتسليمه إياه. بعد رؤية شينيتشي لهذا المنظر، تذكر والدته والطفل الصغير بين ذراعيه. وصلت مورانو إلى هنالك أيضا مسرعة بعد سماعها لصوت إطلاق النار، وها هي مورانو ترى حبيبها مجددا، ولأول مرة بعد وفاة والدة شينيتشي ها هي دموع شينيتشي قد خرجت. يا إلهي، تحركت مشاعر شينيتشي مجددا بعد كل ما رآه. لأول مرة شينيتشي بعد وفاة والدته يبكي الآن، ومشاعره قد تحركت مجددا. قلب شينيتشي عاد إلى الحياة. انتهى هذا اليوم أيضا بشكل طبيعي، وعادت الأمور إلى مجرياتها، ولكن هذه المرة بدأت الشرطة في تحقيقاتها الفعلية وبدأت تبحث أكثر في الموضوع، وقالت الشرطة أنهم لن يدعوا أمرا مثل هذا يتكرر مجددا. تنتقل من الأحداث إلى مجرم خطير، أتت به الشرطة إلى أحد غرف التحقيقات وعرضت عليه شينيتشي، حيث لدى هذا المجرم القدرة على التمييز بين الإنسان الحقيقي والطفيلي، وذلك من خلال نظرة أعينهم. وأرادت الشرطة أن تستخدمه كسلاح ضد شينيتشي، وأرادوا منه أن يتحقق من شينيتشي إن كان طفيليا أو بشريا عادي. قامت الشرطة بوضع كل من شينيتشي وهذا المجرم في غرفة زجاجية وبينهما عازل. هذا المجرم أصبح ينظر إلى شينيتشي بنظرات غريبة ومخيفة جدا حتى خاف شينيتشي. القاتل قام بإخبار الشرطة بأن هذا الطفل الذي أمامي هو إنسان عادي. وأخيرا وبعد أن كانت الشرطة في حالة استفسار وحالة دفاع تامة لكل البشر، قررت الشرطة أخيرا أنها ستهاجم كل الطفيليات وبقوتها الكاملة. قررت الشرطة بعدها أن تذهب إلى المدرسة وتأخذ شينيتشي. رأتهم مورانو وكانت مرتعبة جدا بسبب ما يحدث، فهي لا تفهم أي شيء لكنها خائفة مما سيحدث لشينيتشي، وقالت لهم: أمنيتي الوحيدة أن أعيش معه حياة طبيعية فقط، هذا ما أتمناه، أريد وبكل صدق أن أعيش حياة هادئة وبسيطة وعادية جدا كما يعيشها أغلب الناس، هذه هي أمنيتي الوحيدة. ذهبت بعدها الشرطة إلى مقر المحافظ، وبالمناسبة اسمه غوتو. جمعت الشرطة كل الناس الذين في المبنى، وقد أعدت الشرطة خطة قوية جدا،
بحيث يتم جمع جميع الناس الذين في المبنى ثم تقسيمهم إلى مجموعات، وبعدها يتم فحصهم عبر أجهزة متطورة للشرطة فيها أشعة تكشف ما تحت أجسادهم، وبهذا يميزون بين الطفيلي والإنسان العادي. وبالفعل نجحت خطة الشرطة هذه. أول طفيلي كانت أنثى وقد أخذت ضربة إلى قلبها مباشرة وأردوها قتيلة، وبهذا قالت الطفيليات أننا الآن أمام حرب. وفي هذه اللحظات كانت بعض الطفيليات تتحرك هنالك خارج المبنى حتى يتمكنوا من التعرف على نظام أو سيستم الشرطة ويقوموا بتخريبه. وحدثت مجزرة كبيرة بدأت مع أول طلقة نار. أصيبت أجهزة الشرطة ببعض الطلقات. قائد الفرقة نزل بنفسه إلى ساحة المعركة وأخذ معه القاتل ليتمكن من التعرف على الطفيليات. قتلى وجثث في كل مكان، مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة. كل الطفيليات تقريبا ماتت ولم يتبقى منهم سوى واحد فقط. أجل تعرفتم عليه، إنه غوتو سيادة المحافظ. صعق القاتل عندما رأى غوتو وبدأ بالهرب والجري فورا. بقية أفراد الشرطة أصبحت تطلق كل نيرانها على غوتو ولكن بدون فائدة. إنه يجمع كل الرصاص المتواجد في جسمه ويعيد إطلاقه على الشرطة. قائد الشرطة قام باللحاق بالقاتل وقام بإرجاعه، لكن بعد عودته وجد كل أفراد الشرطة مرمون كجثث على الأرض. أجل تمكن غوتو من القضاء على جميع أفراد الشرطة، وهنا استغل القاتل الفرصة وقام بقتل قائد الشرطة وهرب. الفرقة الثانية من أفراد الشرطة قامت بمداهمة المكان المتواجد فيه غوتو. معركة دامية الآن بين الفرقة الثانية وغوتو، قتل في كل مكان، غوتو لا يرحم فيهم أحدا. تمكن من القضاء على جميع أفراد الفرقة الثانية للشرطة ولم يتبقى سوى غوتو وقائد الفرقة. طبعا ليس هنالك أي مجال للمقارنة بينهما. تمكن من القضاء على قائد فرقة الشرطة في ثانية واحدة وقام بقطع رأسه ورميه بعيدا. قفز غوتو من أعلى المبنى ووجد شينيتشي أمامه وقال له: هل أنت هنا؟ لن أقضي عليك هذه المرة، ولكن إن التقينا مرة أخرى فلن أرحمك. شينيتشي أصيب برعب شديد بسبب القوة الكبيرة التي يملكها غوتو وبدأ بالجري والهرب في حالة شديدة من الهلع، وأصبح وجه غوتو كالكابوس بالنسبة له. بعد أن جرى شينيتشي في حالته الضعيفة جدا التقى بحبيبته وقام بحضنها. شينيتشي في ضعفه هذا بحاجة شديدة لها، فهو لا يملك أي شخص آخر غيرها. أتى إليها في الليل مرة أخرى وتصالحا. في اليوم الثاني قرر شينيتشي أن يبحث عن غوتو ويحاول القضاء عليه. ركب في سيارة وبدأ البحث على غوتو حتى وجده وقطع عليه الطريق وفجر عليه تلك السيارة، لكن غوتو كالوحش تماما لم يحصل له أي شيء. والآن لم يتبقى لشينيتشي وميغي سوى حل واحد، وبالفعل هربا إلى الغابة. في هذه اللحظة أتت لميغي فكرة جهنمية، فصل نفسه على جسم شينيتشي حتى يقوم بتشتيت غوتو. وفكر ميغي طبعا أنه لو لم يعد إلى جسم شينيتشي سيموت، وبالفعل أتى غوتو وذهب مباشرة إلى المكان الذي كان يختبئ فيه ميغي. كان غوتو يقطع جميع الأشجار معتقدا أن شينيتشي مختبئا هناك، لكن ميغي هو من كان في ذلك المكان وشينيتشي في مكان آخر يقوم بتجهيز مفاجأة لغوتو. ميغي كان ينتظر في اللحظة المناسبة، وكان هدفهما هو أن يقوم شينيتشي برمي رمح فيه نار على ساق غوتو ويستغل ميغي هذا الوضع ويقوم بقطع رأسه، وهكذا يفوز الاثنان. ولكن للأسف لم يتمكن ميغي من قطع رأس غوتو كله، وكانت صدمة بالنسبة لشينيتشي. ميغي أخبر شينيتشي: أهرب الآن، أنا سأموت. وهذه كانت لحظة الوداع بين ميغي وشينيتشي. شينيتشي قام بالهرب حتى سقط في نهر، وبدأ الصراخ والبكاء بحزن شديد، كمية حزن كبيرة يحس بها الآن شينيتشي. ميغي بالفعل كان جزءا لا يتجزأ من شينيتشي، فهما جسد واحد. وصل شينيتشي المشي أثناء الليل وكمية حزن لا تطاق في قلبه حتى وجد منزل عجوز كبيرة. اختار أن يرتاح عندها قليلا ثم يعود لمحاربة غوتو. عاد شينيتشي إلى الغابة وبدأ البحث عن غوتو، وبالفعل وجده ولكن غوتو كان نائما. استغل شينيتشي الفرصة وقام بالمهاجمة عليه، ولكن كالعادة صديقنا غوتو استيقظ من نومه وبدأ بمهاجمة شينيتشي. قام شينيتشي بالجري بكل سرعة ولكن تمكن غوتو من إيجاده. شينيتشي قام بمهاجمته مرة أخرى ولكن بدون فائدة. رد عليه غوتو الهجوم ورماه بعيدا بلكمة واحدة. شينيتشي يحس بألم شديد داخل جسده. وصل إليه غوتو ليقضي عليه. شينيتشي بدأ في التفكير: يا إلهي ها أنا أموت،
وبينما شينيتشي يفكر في الموت التي أتت، يتذكر فجأة الجرح الصغير الذي في ظهر غوتو. قال شينيتشي في نفسه، لابد أن هذه هي الثغرة التي يمكن أن أصيب بها درع غوتو. وبعد هذه الفكرة تمكن شينيتشي من سحب عصا حديدية كانت بجانبه وضرب غوتو بكل قوته على ذلك الجرح، ونجحت خطته وتمكن من الهرب. غوتو غضب جدا، فكيف لإنسان عادي أن يتمكن من مواجهته بهذا الشكل؟ وذهب إلى شينيتشي مرة أخرى وقال لشينيتشي، لن تتمكن من الإفلات من نهايته المرة، بل سأقتلك. ويقوم بهجوم نهائي على شينيتشي، ولكن يا إلهي حصلت معجزة هناك. ميجي استطاع أن يندمج مع ذراع شينيتشي مرة أخرى، وهذا بفضل العصا الحديدية التي قام شينيتشي بغرسها داخل غوتو. هذه العصا كانت مليئة بالسموم وأثرت على جسم غوتو كثيرا، حتى أنها جعلت كل الطفيليات الموجودة داخل جسم غوتو تريد أن تخرج منه، لأنهم لا يريدون أن يموتوا داخل هذا الجسم. ولم يستطع غوتو هكذا أن يتحكم فيهم كلهم، وبسبب عزيمة هذه الطفيليات ورغبتها الشديدة في أن تخرج من جسم غوتو حتى لا تموت داخله، استغل ميجي هذه الفرصة وقام بهجوم واحد على غوتو أرداه قتيلا. ويا لها من فرحة عارمة، أخيرا تمكن كل من شينيتشي وميجي من القضاء على آخر تهديد للبشرية. ولكن هل انتهت حكايتنا هنا؟ بالطبع لا. بينما شينيتشي نائم وجد حلما غريبا جدا، ووجد ميجي بشكله العادي داخل حلمه، وأخبره ميجي، الوداع يا صديقي، أنا الآن سأذهب يا شينيتشي، الوداع يا صديقي، سأترك لك يدك الآن، لقد عانيت كثيرا بسببي. هذه هي آخر الكلمات التي قالها ميجي. فاستيقظ شينيتشي فجأة من حلمه وداخله حزن وألم شديدين، وهو يمسك بيده اليمنى باحثا عن ميجي بسبب أن رفيق دربه غير موجود الآن. شينيتشي أصبحت حياته طبيعية للغاية، وقابل حبيبته مورانو وبدأ يعيشان الحياة التي كانت تحلم بها، وهي حياة بسيطة وعادية جدا. ولكن هل أصبحت حياة شينيتشي عادية حقا؟ لا، إنكم تتخيلون هذا. القاتل الذي تمكن من الهرب من الشرطة بدأ يبحث عن شينيتشي. شينيتشي رآه وقام بملاحقته وأخبر مورانو، سنلتقي لاحقا. بدأ شينيتشي يبحث عن القاتل هنا وهناك حتى وجد حبيبته مورانو في يد القاتل، ويقوم بتهديد شينيتشي بها، وصعد بها إلى سطح عمارة بجانبهم، ووجد هنالك شخصين وقام بقتلهما أمام عيني مورانو. شينيتشي صعد إليه بسرعة ويقوم برجائه، أرجوك اترك مورانو، افعل بي ما تشاء، ولكن اتركها لحالها، ولكن لا حياة لمن تنادي، إنه قاتل. جلسا يتكلمان كثيرا، ولكن في الأخير ابتسمت مورانو لشينيتشي، وكانت هذه هي رسالتها الأخيرة، يعني يا شينيتشي لم أتبقى سوى أنا بجانبك، سأموت الآن، سأذهب. وبينما القاتل يحاول غرس السكين في رقبة مورانو، وإذا بشينيتشي يجري بكل سرعته ويصرخ على ذلك القاتل، تفاجأ القاتل من هذه السرعة الرهيبة فقام بإفلات مورانو وذهب نحو شينيتشي. تصدى شينيتشي لضربة القاتل بالسكين بيده اليسرى وأعطاه لكمة باليد الأخرى، ولكن مورانو تسقط. جرى إليها شينيتشي مسرعا وحاول أن يمسكها بواسطة ميجي، ولكن لم يتمكن من ذلك، ميجي غير موجود الآن. شينيتشي يرى حبيبته تسقط أمامه ولا يمكنه فعل شيء. بقي شينيتشي هنالك متجمدا في مكانه وداخله ألم شديد، ولكن فتح عيناه للمرة الثانية ووجد أنه يمسك حبيبته مورانو. هنا عرف شينيتشي أن ميجي من قام بفعل هذا. ابتسم شينيتشي بعد هذا. وإلى هنا تكون حكايتنا مع شينيتشي والطفيليات قد وصلت إلى نهايتها. أتمنى أن يكون اختيارنا للإنمي قد أعجبكم. اتركوا لنا في التعليقات رأيكم الكامل عن أدائنا في هذا الملخص. شكرا على المشاهدة. أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وادعمونا ب100 لايك على الفيديو. هذا دعما لنا للمجهود الجبار الذي نبذله في تلخيص الانميات. كان معكم سينشي من قناة انمي ستوري. انتظرونا في قصة اخرى وحكاية اخرى. دمتم بخير. وايضا لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.